بعدين اسمعي فوت. معي ضيف. قلت لازم اعرفه عليك مشان ما يمشي بالطريق الغلط. حيان ردات ريهام وانا سومر. ليليان ليليان، انت وين كنتي مختفيه؟ فكرناكي انه متت. ماني فهمان شي. ليليان اليوم غير ليليان اللي بتعرفها، صارت مثلنا كلياتنا. بس ليليان، مو هذا حديثنا هلا. قبلت شرطك وقبلت شرطي، وهذا سبب وجودك هون. حيان الضابط ترك لي اياه برا. نحن قبلناك معنا لنصير مجموعة واحدة، والشرط كان واضح من قبل ما تجي. عنا شغل كتير وراح عليك كتير. لا بوعدك ما اتاخر ابدا، مسافه الطريق على المستشفى وراح ارجع دغري. تحبي اجيب لك شيء معي؟ دخان. معقول انسى هاي؟ اكيد راح اجيب لك معي. يلا حبيبتي، باي باي. مرحبا كمال. اهلين وسهلين. كيفك؟ الحمد لله، بس ما كنا عطلتك عن شيء. ولو اهلا وسهلا فيك، تفضل. يمكن مستغرب زيارتي. لا بالعكس، انت بتشرف امتى ما كان. تسلم. كمال انت مثل ابني. مشان هيك انا اجيت لعندك راح احكي معك بدون اي مقدمات. تفضل، عم بسمعك. يمكن تعرف عن شو بدي احكي. الموضوع بخص علاقتك برهاف. اي حدا بيشوفكم بيعرف انه في شيء مو صح. مزبوط. مشان هيك انا حابب كون بالصوره واعرف شو السبب، اذا ما عندك مانع. اكيد هذا حقك، بس انا مستغرب ليش ما سألت رهف؟ رهف بنتي مثل ما انت ابني، وما في فرق بيناتكم ابدا. بس يعني نحن الرجال بنفهم على بعض اكثر، مشان هيك حابب اسمع منك. انا بخاف انه كلامي يزعجك او تحسوا انه انا عم دافع عن نفسي. عم بسمعك. رهف قتلت ابننا. ليش؟ كيف؟ قتلت ابننا قبل ما يولد. قتلته وهو ببطنه.
أنا ضابط مكافحة مخدرات، مرتي تطلع مدمنة مخدرات. كمان الحكي اللي عم تحكيه خطير كتير. عمي عم بحكي لك كل شيء بصراحة وبكل التفاصيل مشان تعرف بالضبط أنا كيف كنت عايش. طيب هلأ شو ناويين نسوي؟ راهف طلبت الطلاق وأنا نفس الشيء، بس عم استنى لحالتها تستقر بعدين بناخد الإجراءات اللازمة. يعني حاسمين الموضوع؟ ما بعرف شو بدي لك. ما تقول شيء، ترك كل شيء للزمن. شو كمان ما بدك تشربني قهوة؟ ولو تكرم عينك. سادة ما؟ بعت لي 2 قهوة.